أصلاً بوسنينة رفيق مدير دورة 42 للمهرجان الدولي للزيتونة بالقلعة الكبيرة. حابوا نعرفوا بالمهرجان بتاعنا، الدورة هي دورة فلسطين، تضامن مع إخواننا في فلسطين، وشعار الدورة هو فيزيون دافونير دي روتور أوزوريجين، معناها نحكيو على أساس أن أون ديفا حق الأطفال كوسوسوا في تونس وإلا في فلسطين في التعليم، في حقهم في الحياة، مهم في الحياة. هذاك علاش كان شعارنا هو فيزيون دافونير دي روتور أوزوريجين. روتور أوزوريجين لأن كمهرجان الزيتونة ما نجموش نتطوروا ونقدموا وفي نفس الوقت ننساو الجذور متاعنا، التاريخ متاعنا، الموروث الحضاري الثقافي متاعنا كقلعة كبيرة بلد المليون زيتونة. دونك هذاك علاش قررنا أنه مش نبداو نهار 25 على لو كارنفال. الكارنفال مش يكون معظمه هو اللي كان مش كله فيه لوحات الأطفال، فيه لوحات من جمعيات تاع المجتمع المدني، من جمعيات تاع القلعة الكبيرة، سلطو صايرات كان في إطار تكريم لضحايا العدوان الصهيوني على غزة. بالنسبة للعشية أول مرة نستضيف هنا في القلعة بإشراف الدكتورة والفنانة منى حفيظ والسي لاسواري دوما بينك اللي هي عرض خرائطي على حائط البلدية. هذه بالنسبة ليوم 25. بالنسبة لنهار 26 مش يكون عنا الندوة الفلاحية بطبيعتها هي مهرجان الزيتونة، دونك صار بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة ومع معهد الدراسات العليا للفلاحة بشط مريم، للبسمة بشط مريم، مع تدخلات من أعضاء خارجيين اللي هم يخدموا انديبوندامون دي شيرشور باحثين في كل ما يخص الفلاحة وفي كل ما يخص الزيتونة وزيت الزيتونة وكيفاش نحافظوا على الموروث اللي عندنا على الشجرة هذه، كيما راهو حتى في فلسطين كيفاش المرأة هذيك شادة في الشجرة بتاعها. نفس الشيء احنا ما عندناش في حالة حرب حقيقية، لكن في حالة حرب زادة بالتغيرات المناخية كيفاش نحافظوا على شجرة الزيتون في القلعة الكبيرة. بالنسبة يوم 27 باش تكون عندنا ندوة ثقافية بحضور سعادة السفير الفلسطيني بتونس، مش شرفنا بحضوره ومش نحكيه على كيفاش نجموا ندافعوا على حق الطفل الفلسطيني في التعلم. نفس الشيء بطبيعة ما ننساوش وليداتنا لنا في القلعة وفي تونس في ظل الانقطاع وعزوف الشباب عن الدراسة، مش نحكيه كيفاش نجموا ندافعوا على حق الأطفال هذوما في التعلم، في التعليم، في البحث العلمي. بالطبيعة كل يوم عندنا زاد دي سواري، اليوم تو في الختام نقول لكم عليه. بالنسبة ليوم 28 عندنا اليوم السياحي، اليوم السياحي هو فيه أكثر تعريف وتثمين للمنتوج تاع القلعة الكبيرة. عندنا دي زاتولي، عندنا دي وركشوب، عندنا مسابقات في جميع الزيتون، عندنا دي ديفيلي دو مود، هذوما كل باش يصيروا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة. من نكملوا هذه كان تعداو النهار 29 عندنا يوم تحسيسي في منطقة الشياب في مدرسة الشياب، بالطبيعة ديما في إطار تشجيع الأطفال على العلم وعلى البحث العلمي وتنشيط الهياكل والإطارات والأماكن اللي عندنا فيها الصغير مش ينجم يتعلم مش ينجم ياخذ البلوس. ولذلك قررنا أن يكون في مدرسة الشياب وفي نفس الوقت باش تكون عندنا بجانب دار الثقافة القلعة الكبرى دي وركشوب تحت إشراف الرسام زين الحرباوي. هذه قررنا أن في إطار الانفتاح على المناطق المجاورة مش يكون بالتشارك مع ديزارتيست من جميع أنحاء الجمهورية، وهذه بالطبيعة تحت إشراف سي زين الحرباوي. وفي الأخير يقعد لنا الاختتام، الاختتام مش يصير فيه استضافة فرقة البحث الموسيقي اللي هو مش تكون ممكن أكثر من 1000 عرض تواهما عملوا 1000 وشوية، مش تكون العرض اللي ما بعد 1000 اللي هو مش يصير مسك الختام عندنا في القلعة الكبيرة. وشكرا.